حسن ولا شوقي غريب. وجهه نظر. اسمعني بس. لا استنى بس. عصام حسن. لا لا ما انا هقول لك بقى الناس اللي مسكت. ماليش دعوه بقى بعلاقته مع ابو ريده ولا مش ما سيبك وربنا لهم. قرارات تصحيحيه رائعه من اتحاد الكره متاخره قوية لكن كلها صحيحه وقويه وجاءت كالتالي. توجيه الشكر لإيهاب جلال من منصب المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني بالكامل. العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر. العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر الأولمبية. العمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة. العمل على تعيين خبير تحكيمي أجنبي بدءا من الموسم المقبل. تفعيل دور الأكاديميات تحت إشراف اتحاد الكرة. العمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة. شوف الاتحاد الجزائري المحترم عمل ايه لما منتخب بلادهم ما صعدش لكاس العالم وخرج من امم افريقيا اللي حصل اقاله اتحاد الكره رغم ان من سنتين اخذ افريقيا وصعد لكاس العالم بنفس المدرب. اللي عايز اوضحه انه عندنا اتحاد فاسد لابد من محاسبته بعد اقالته. تتفق وتختلف مع قرار تعيين ايهاب جلال مدرب للمنتخب، الا ان قرار اقاله ايهاب جلال بهذه الطريقه فيه هنا للمدرب المصري وتقليل من قيمته ويؤثر في طلب المدرب المصري في دول الخليج او في الخارج عموما. شكرا لكم جميعا، شاركت في المذبحه اللي تمت. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. حازم إمام كروش لم يرفض العودة والاتحاد ليتربص بالأهلي. أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن العديد من المدربين يتطلعون للحصول على مهمة المدير الفني لمنتخب مصر بعد إقالة إيهاب جلال، مشيرا إلى أن كارلوس كروش المدرب الأسبق لم يرفض العودة. وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس وان: في الفترة المقبلة سأتولى أنا ومحمد بركات الأمور الفنية في قرارات الاتحاد. الجميع يدخل في نقاشات ولا يوجد شخص يفرض رأيه، لكن مجلس الإدارة منحنا مساحة أكبر لاتخاذ القرارات. وأضاف: عدد كبير من الوكلاء والمدربين قاموا بالتواصل معي بعد انتهى المؤتمر الصحفي الأخير. منتخب مصر اسم كبير والكثير من المدربين يسعون لتدريبه. واستمر: حاولنا التواصل مع إيهاب جلال لكنه موجود حاليا في أمريكا وجميع هواتفه مغلقة، لذا أبلغنا ووكيله بقرار توجيه الشكر له. وأكمل: لكن من الصعب أن يستمر في ظل الأداء والمستوى، وأعتذر له مجددا، لم أكن أتمنى أن يجد نفسه في هذا الموقف. وتابع: كارلوس كروش لم يعتذر عن عدم العودة لتدريب منتخب مصر كما يقال، لكنه حتى الآن لم يمنحنا إجابة حاسمة. وتطرق حازم إمام للحديث عن مصادر تمويل التعاقد مع مدرب أجنبي، وقال في هذا الصدد: اتحاد الكرة يسعى لجمع مستحقاته المالية لدى عدة أطراف من أجل تغطية النفقات المطلوبة للتعاقدات المقبلة، وتم الاتفاق بشكل مبدئي مع الخبير الأجنبي المكلف بتطوير التحكيم في مصر، وسيبدأ عمله من الموسم المقبل. وفيما يتعلق بأزمة خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال حازم إمام: لا يوجد تربص بالنادي الأهلي. وقت وصول الخطاب المتعلق باستضافة نهائي دوري الأبطال كان كلا من الأهلي والزمالك في البطولة، ولم يكن من المتعمد إيذاء نادي بعينه. حازم إمام لم نصل لاتفاق مع كروش وكوبر في الصورة مع مرشحين آخرين. كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم تكليفه مع زميله في المجلس محمد بركات بكافة القرارات الفنية في اتحاد الكرة وإعلان هذه القرارات الرأي العام ووسائل الإعلام، مبديا احترامه للمجلس. وتابع إمام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورتس اليوم الخميس: هناك وسطاء تواصل مع اتحاد الكرة للعودة كروش لقيادة المنتخب، لكنه يبقى اسما مطروحا بين أسماء كبيرة على الساحة العالمية. وواصل إمام: لم أتواصل مع كروش ولم يعتذر عن المهمة، لكن لم نصل معه عبر بعض الوسطاء لاتفاق حتى الآن، ومن الوارد التواصل معه مباشرة في الفترة المقبلة. وأكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: كروش لديه علاقة مميزة مع حلمي مشهور عضو المجلس، وهو تواصل معه، لكن لم نصل اتفاق معه حتى الآن. إذا وافق كروش سيكون هناك ترحيب بعودته، وإذا لم يكن هناك اتفاق سنبحث عن البدائل. وأكد إمام أن هناك العديد من المدارس الكروية التدريبية المميزة، لكن يجب النظر لمسيرة المدرب قبل المدرسة التي ينتمي لها وجنسيته، وهناك العديد من الأسماء على الساحة الأوروبية عرضوا أنفسهم على المنتخب. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. في عيد ميلاده الموت يفجع محمد صلاح. غيب الموت خال والدة اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري
والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزية. وشهدت قرية نجريج التابعة لمركز باسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب حالة من الحزن، خاصة بين أفراد الأسرة، عقب حالة الوفاة إثر تعرض الفقيد لوعكة صحية خلال 3 أيام الماضية. وشارك المئات من أهل القرية في مراسم تشييع جثمان الفقيد في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية. ويتقدمهم صلاح الغالي والد الفرعون المصري برفقة ماهر شتية عمدة قرية نجريج حتى تم مواراته الثرى بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن انتابت جميع المشاركين. وتتلقى أسرة صلاح واجب العزاء في الفقيد من خلال توافد المعزين على دار المناسبات بمنزل عائلة صلاح. وأعلنت أسرة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن وفاة جدي هداف الرز اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة والعزاء عقب صلاة العصر بقرية نجريج مسقط رأس النجم الدولي. ويتواجد محمد صلاح حاليا في مصر من أجل قضاء إجازة مع عائلته بعدما فضل الجهاز الفني للمنتخب عدم اصطحابه خلال رحلة كوريا الجنوبية الأخيرة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. ويحتفل محمد صلاح اليوم الأربعاء بعيد ميلاده 30، إذ يعد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من مواليد 15 يونيو 1992. تقارير صفقة تجديد صلاح مع ليفربول يجب حلها بشكل عاجل بعد وصول نونيز. أكد التقارير الإنجليزية اليوم الأربعاء أن صفقة تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول يجب حلها عاجلا وليس أجلا بعد وصول اللاعب داروين نونيز من بنفيكا إلى ملعب الأنفيلد. وأوضحت أن ليفربول أمامه أولوية جديدة بعد إيجاد البديل المثالي للسنغالي ساديو ماني الذي اقترب من الانضمام إلى فريق بايرن ميونخ في داروين نونيز، ألا وهي عقد محمد صلاح الذي يدخل في عام الأخير من عقده. وأشارت إلى أن موافقة الريدز على مغادرة ساديو ماني الذي كان يبحث عن حوالي 400,000 جنيه استرليني أسبوعيا للبقاء في النادي قد ترسل تحذيرا لوكيل اللاعب محمد صلاح بأن ليفربول مستعد للسماح بخروج اللاعبين، خاصة أن منح صلاح صفقة جديدة لجعله إلى حد بعيد اللاعب الأعلى أجرا في الفريق سيشكل سابقة خطيرة بين فريق يضم لاعبين عالميين. وأشاد موقع ليفربول بصلاح قائلا: صلاح قام بكل ما في وسعه مع ليفربول وحقق عددا كبيرا من الجوائز الفردية التي جعلته أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي أيضا، ويعتبر اللاعب المصري مناسبا تماما لنظام يورجن كلوب. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: من هو مدرب منتخب مصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.